حنين، فيلم قصير يحاول تعاطف مع السوريين الذين تعرضوا للاستغلال المادي والمعنوي والعاطفي من خلال قصة شاب عشريني في إحدى دول اللجوء. يتحدث لطبيبته النفسية عن طفلته حنين وزوجته وما عاشوه من معاناة الحرب، ولكن هناك مفاجأة في شخصية الشاب غير متوقعة كانت للمشاهد. نتابع مقاطع من هذا الفيلم ثم نعود. أميرة، شوفوا قدام عيوني. شوفوا الحال. سكوت. اسمع سيارة طيارة الميك. أنا اسمع صوت طيارة الميك وهي بتقصف. صوت أطفال يموت. وحبيب النسوان. كم داون سامر، انا هون جنبك، انا بسمع. انت مريض بشي كثير صعب بس فيك تتجاوزه. ممكن تقلي شو بتسمع بالضبط وشو بيقولوا لك؟ حنين بتحكي لي بابا، بابا مشوار، كلي مرجوع. حنين بتحكي لي حبيبي يعطيك العافية. الله يعافيك يا حبيبتي. امي بتقولي يا امي ليش ما بتطلع برات البلد ترتاح انت ولادك؟ إذن الفيلم ليس بجديد. المناسبة اليوم هو أنه ترشح لجائزة عالمية هي The Left of Sessions. أرحب بمحمد عبد السلام وهو ممثل ومخرج مسرحي من إسطنبول. مرحبا بك، أبارك لكم ترشح لهذه الجائزة، ونتمنى أكيد أن تفوز فعلا بهذه الجائزة، أنت لك ولفريق العمل محمد. شكرا لك أستاذ يارا، شكرا كثير لكم على الاستضافة، شكرا للاهتمام بالفيلم. أهلا بك. نريد شرح مبسط لهذا الفيلم. شاهدنا بعض المقاطع نحن والمشاهدين، وهناك الكثير من التقاطعات والدلالات ربما التي قصدتموها أنت وفريق العمل، حدثنا أكثر. أول شيء يعطيكم العافية. الفيلم هو من كتابتي، إخراج فاطمة سليمان فلسطينية من الداخل الفلسطيني، كان معنا بمساعدة الإخراج شباب مصريين، أنس ميسرة، عمر، كان معنا بالتصوير كمان شباب مصريين، إسلام رضا، كان معنا عمر كمان من مصر، بالمونتاج كان معنا كمان عمر داود، يعني كمية شباب، أو خلينا نقول مجموعة شباب آمنوا بالفكرة، آمنوا بالقضية الاستغلال، آمنوا بقضية اللجوء، آمنوا شافوا بالسوريين الظلم اللي شافوا، المعاناة اللي عم يشوفوها، فقررنا نعمل هذا الفريق، هذا الصغير اللي من الممثلة، في معنى ممثلة تونسية، في معنى ممثل سوري، في معنى شباب من كل أنحاء الوطن العربي جمعوا هون باسطنبول، فحبينا نعمل هذا الشيء، نوجه فيه رسالة، نحكي عن معاناة، نحكي عن شيء عم يصير يوميا وحيصير لسه ما دام الحرب موجوده وما دام في شخصيات موجوده. اذا بدنا نحكي عن شخصيه الفيلم الرئيسيه اللي سامر عثمان هو اللي ظاهر بالصوره هلا اللي هو انا ممثل. سامر عثمان هو شخص كان بسوريا، خلينا نقول هو كان مش شاب تمام، يعني كان شاب سيء بيضرب مخدرات مثلا، خلينا نقول يشرب حشيش، فهو مش على الطريق القويم. سافر على اوروبا مع الهجه، مع الهبه اللي صارت، فتعرف هنيك على شباب، فرفاق الرفيق ساحب، خلينا نقول فرفاق السوء هذول خلوه يخترع هاي القضيه، كان معهم كمان بنفس البيت، مشان احنا ما نظلم. خلينا نتفق كمان على شغله، انه الفيلم كثير حساس،
نحن عم نحط ايدنا على الوجع. يعني لهذا السبب محمد اليوم نحن نناقش تفاصيل هذا الفيلم، يعني ما الذي اراده فريق العمل من تسليط الضوء على تلك القضيه واختراع هذه القصه؟ كما ذكرت هنا اليوم شاب في مقتبل العمر يتكلم مع طبيبته النفسيه ويتحدث لها عن مشكله، يختلق مشكله لتصف له دواء، ويعني هو اشبه بالمخدر. بالضبط. كيف بدي اقول لك انه خلينا نتفق انه هذا الموضوع حساس كثير، حساس كثير، يعني لما واحد يقرب عليه لازم يكون جريء كثير واحد، ولازم يعرف وين عم يمس الغلط. نحن اليوم نحن اشتغلنا الفيلم ب 2020، بعدين اجت ازمه كورونا للاسف واجلنا عرض الفيلم. اللي صار بالفتره، اذا سمعتي مثلا ايلون ماسك كان بده يحاسب الامم المتحده على التبرعات اللي عم قالوا له بدك تتبرع ب 2% من ثروتك فبتقضي على الجوع في العالم. فقال لهم طيب انا راح اعطيكم، بس قولوا لي كيف بيتم توزيع هذه الثروه. بعد قضيه ابو فله اليوتيوبر الكويتي اللي جمع مليون دولار للاجئين السوريين، في كثير تساؤلات، ناس قالت انه طيب وين هي الفلوس بتروح؟ وين هي التبرعات بتروح؟ هذا الفيلم بيحكي عن هاي الشغله بالذات. طيب انت اليوم مسؤول او شخصيه او حدا لك خلينا نقول مسؤوليه او لك منصب، انت مسؤول عن هي التبرعات او هي الناس، عن هي هذول اللاجئين، انت مسؤول عن فلوسهم، كيف عم يتم هي التوزيع؟ انت عم تاخذ شيء لحالك ولا ما عم تاخذ شيء لحالك؟ وكيف عم تستغل القضيه، قضيه اللاجئين، فهذول اللاجئين عايشين بالخيام الى اخره، فانت كيف عم يتم استغلال هي القضيه؟ نحن الفيلم هذا عم نحكيه. فقضيه سامر بالذات واحد كان عايش حياه بسوريا معينه، اجى لهون شاف المصاري ما متكفيه، شاف تفاصيل حياة أحمد اللي هو والد حنين الحقيقي اللي هو أصلاً انتحل شخصيته، شاف الصور وكان عم يسمع شوي من حكاية أحمد وهو عم يحكي حكاية بنته كيف توفيت بالقصف، كيف أولاده راحوا، كيف زوجته توفيت. فهون هو بهذا النص إجا قعد شوي ركب الشخصية كلها، تركب هذا كلياته وجا يحكي قدام الدكتوره ويكسب تعاطفه، وانا خسرت وانا ودموع والى اخره. يعني اليوم هذا الشخص المستغل، نحن عم نحكي عن هذا الشخص المستغل او الشخصيه المستغله سواء كانت مؤسسه او شخصيه او شو ما كانت، عم يحكي باسم اللاجئين، هو بيعمل حاله هو الوصي عليهم، هو شو اسمه عليهم، وبيستغلوا بياخذ هاي الشغلات له لحاله. اذا هذه هي اسقاطات الفيلم محمد، ولكن هل تعتقد انها وصلت بهذا الشكل للناس؟ بعض الناس يقولون ان انت اخذت وكنت انت بطل العمل، اخذت شخصيه بعض اللاجئين الذين لا يعملون، يقومون ب مثل ما يسمى بالعامية استغلال، ويشحدون على انفسهم وعلى اوضاعهم السيئه. و يعني هل من المعقول أن طبيبة نفسية لن تستطيع أن تكشف أنك تقوم بتمثيلية أمامها؟ الحكاية رمزية، هي الحكاية رمزية أكيد دكتور، وأكيد في ناس عم تتابع ومسجل بالبداية أنه أنت من وين وجاي من وين ومن أي حارة، في تفاصيل كتير بقصص اللجوء. لكن الفكرة اللي بدها توصل، الحكاية اللي بدها توصل أنه في شخص أو في شخصيات أو في مؤسسات عم تستغلنا، عم تستغل اسم اللاجئين وبتحكي باسمهم وهي ما بتقدم لهم شيء. هلا إذا الحمد لله أنه في هلا في واحد يوضح فيه، عم تشوف هلا اللي عم يصير على الحدود البيلاروسيه البولنديه. اكيد تمام. واحد قال لك انا بضغط على اوروبا ففتحت الحدود للاجئين اللي ما عندهم شيء، ما عندهم امل بالحياه، عندهم امل بحياه اوروبا. هذا الشيء ان كان صح او غلط هذا ما مو نقاشنا ابدا. فانت فتحت اللجوء فبدك تضغط على حدا فبتستخدم ورقه اللاجئين، تعوا يا لاجئين، تعوا انا فتحت لكم الحدود، وعم تشوف اللي عم يصير هني. هذا ما تفعله كل الدول للاسف. واليوم ادان الاتحاد الاوروبي ما فعله الرئيس البيلاروسي، وقالوا انه يستغل اللاجئين بسبب فتح الحدود لهم للخروج الى اوروبا. يعني موضوع شائك ومحزن للاسف محمد. دعنا نعود قليلا لهذا الفيلم وهذا العمل. ما الذي يعنيه لكم وصول هذا العمل للترشح لجائزة، ومن هو الجمهور المستهدف كان عندما يعني كانت الفكرة موجودة وبدايات هذه الفكرة؟ الحكاية نحن أخذناها من بعض الأصدقاء كانوا بأوروبا. الحكاية لما كتبناها، لما بلشنا هيك نشتغل عليها، فكرت فيها كثير إنه نحن بدنا نحكي عن ناس، مؤسسات أو شخصيات أو ناس كثير كبيرة ممكن حصرة، فأجينا جمعناهم كلياتهم بشخصية لاجئ. هذا اللاجئ في بين في كل ملة وكل شعب في أكيد الصح والغلط،
في اكيد المسيء وفي الجيد. صحيح. فنحن اخذنا هذا النموذج اللي هو ممكن كمان يكون ضحيه، يعني هو ضحيه لراتب معين او لضغط معين في بلاد اللجوء، ففكر بهي الطريقه خطرت له هي، راح استغل القصه ونفذها. فنحن لما كتبنا الفيلم كان بدنا نوصل صوت للعالم، ترى يا عالم يا ناس يا شباب، في ناس عم تستغل هي القضيه، قضيه اللاجئين، في ناس عم تقول لهم نحن بدنا نعمل هيك وهيك وهيك، للاسف ما عم يصير شيء. معقول في مليون ملايين المنظمات، الاف المنظمات، ولهلا في جوع، ولهلا في تشرد، ولهلا في مخيمات، ولهلا في، مستحيل، معناته في شيء عم يصير غلط. نتمنى أن تصل هذه الرسالة، وهي فعلا مهمة محمد بهذا التوقيت، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها اللاجئون خاصة في الشمال السوري وفي المخيمات. وكان هذا محور نقاش طويل خلال هذه الحلقة وكل يوم تقريبا بحلقاتنا وبنشراتنا. محمد، أيضا أريد العودة لموضوع الأعمال المسرحية والسينمائية. هل اليوم هناك من يدعم هذه الأعمال؟ قلت أن الفريق اليوم مكون من خليط فلسطينيين ومصريين وسوريين، من يدعمكم؟ كيف تستطيعون القيام بهذه الأعمال؟ دعم حقيقي للأسف ما في بالنسبة لأفلام قصيرة أو مشاريع سينمائية أو مشاريع مسرحية. إذا بدك تعمل شيء فبدك تعمله يا على حسابك، يا بدك تشوف جهة أو حدا ممول، شركة إنتاج، شركة إنتاج، ما في حدا يمول هيك مشروع وبدك تقنعه كثير. يعني الموضوع هو صاير تجارة بتجارة. حدا يدعم مشروع فيلم قصير أو سينمائي، أو تعوا يا شباب كلياتنا نعمل عمل حلو، عمل مشترك كلياته، طبعا ما في هذا الشيء للأسف. الفريق هذول الناس اللي جمعناهم، طبعا موجه لهم شكر كلياتهم، موجه لهم تحية إذا عم يشوفونا، نحن بعثنا لهم الحلقة. فهذول الناس في عندهم إيمان، في عندهم كيف بدي لك حب لهي الشغلة. المصور كان بيحب التصوير، المخرجة طبعا هي بتدرس سنة رابعة سينما وراديو وتلفزيون بجامعة مرمرة بتركيا، أنا ممثل هاوي عم توجه نحو الاحترافية أكثر إن شاء الله. هذول الناس كلياتهم بيحبوا هاي الشغلة، بيحبوا هذا الشغف اللي عندهم، اجتمعنا وعملنا. لكن كدعم كمؤسسات او كحدا يدعم هذا المشروع للاسف ما في. مجموعه شباب بس حابه تعمل شيء وتتوجه. وعلى فكره يعني المهرجانات الافلام القصيره عملتنا نحن، كيف بدي اقول لك، زي انه طيب يلا خلينا نعمل فيلم ثاني ونشارك، يلا خلينا نعمل شيء جديد ونشارك، بلكي نربح جائزه. هي جائزه معنويه، يعني طبعا مستحيل حدا يفكر يدفع مبالغ هي على تصوير، على سواء كانت افلام قصيره، في تكاليف منيحه عم تندفع. فالشغف هذا والحب هذا لمهرجان الافلام القصيره صار مثل انه يلا خلينا كل توجهنا نحو اتجاه، لو كنا نحن يوتيوبر او ناس عاديه ممكن تفتح قناه يوتيوب او شيء تعمله ممكن، لكن نحن بعيدين، نحن بدنا نوصل افكار، نحن في عنا مجموعه شغلات، رسائل لازم نوصلها. ولا تحاولون التواصل مع جهات معينه لتساعدكم، حتى لو كان مثل ما ذكرت بامكانيات بسيطه وبكاميراتكم وبتليفونات، وانما العمل هو موجود يعني، واليوتيوب اليوم خير مثال، والتيك توك وهذه المنصات. ما صراحة ما كتير توجهنا لهيك يعني مؤسسات أو شيء تدعم، حتدعم بشيء بسيط أو ما حتتشوف. لازم يكون عندك أجندات معينة، لازم يكون عندك شيء معين تحكي عنه لحتى يقبلوك أو يخلوك إنه تعا يلا معنا، معلش نشتغل هذا الفيلم. للأسف يعني نحن صفحتي على الفيسبوك، صفحتي على الإنستغرام فيها مجموعة أعمال، سواء كانت اعلانات لشركات كنا نشتغل اعلانات، او لافلام قصيره نحن اشتغلناها بالتعاون مع شباب مصريين، شباب فلسطينيين، الشباب اللي لسه هيك بده يشتغل شيء ويطالع شيء. طب وهل هذا يعني سيجعلكم تقومون باعمال جديده في المستقبل، ام انك تشعر بالاحباط، لا نستطيع، لا يوجد تمويل، لا يوجد من يقدر هذا العمل وبالتالي سوف نتوقف، ام انه دائما لديك اصرار في الاكمال انت وايضا كل فريق العمل ومن يساعدك في هذه الاعمال؟ نحن كنا جماعه مسرحيين، نحن من سوريا مسرحيين، فكنا 3 شهور 4 شهور 6 شهور احيانا بروفا مسرح نهلك. فلما كنا نجي نعرض المسرحيه، لما نشوف ضحكه الاطفال او نشوف الابتسامه بالعالم، ابتسامه بوجوه العالم او السفق هذيك، كنا نحس انه خلاص وصلنا حقنا، خلاص
شكرا. اليوم لما نحن عم نعرض على منصه مثل اليوتيوب عم نشوف تعليقات الناس او عم نشوف حدا بالشارع بيسلم علينا ان احنا شفنا الفيلم، يا زلمه صدقتك يا رجل ومدري شو، هذا بشوفه انا كافي تفاعل. اذا الناس على هذا العمل ووصول الرساله التي تريدونها، يعني طالما موجود الشغف يا محمد فاكيد يعني المستقبل امامكم. شكرا جزيلا لك واتمنى لك كل التوفيق. محمد عبد السلام ممثل ومخرج مسرحي، كنت معي من اسطنبول، شكرا لك ولفريق العمل. شكرا لك، شكرا لك.